السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو راح نتعرفوا أكثر على الألغوريتم. نبدأ بالمفاهيم الأولية اللي تمكننا باش نفهمه ونحله مشكل معين ونكتبه ألغوريتم صحيح. بداية نعرفوا سيكوا أن ألغوريتم سيكوا أن بروغرام ونستنتجو الفرق بيناتهم. شفنا في الحصة السابقة أنه لحل مشكل آليا بواسطة جهاز الحاسوب لازم نتعلمو لبروغراماسيون، وباه نتعلمو لبروغراماسيون لازم نتعلمو أولا لالغوريتميك. alors c'est quoi un algorithme؟ L'algorithme est une suite d'instructions ordonnées et finies pour résoudre un problème donné. L'algorithme هو مجموعة تعليمات مرتبة ومنتهية لحل مشكل معين. Le langage de l'algorithme, c'est le langage humain, arabe, français, etc. L'aura, l'algorithme, c'est l'aura qui nous parle. Nous nous parlons en français et nous nous parlons l'algorithme en français. L'ishkal, nous ne pouvons pas faire l'algorithme directement dans le système de calcul. Pourquoi? Parce que l'aura qui nous parle de l'algorithme ne comprend pas l'ordinateur. إذن ما هو الحل؟ الحل لازم يكون ترادكتور بين اللغة نتاعنا اللي هي لغة الالغوريتم ولغة الحاسوب اللي هي 0 و 1، واللي راح تشوفوها اون ديتاي في ستركتور ماشين. في النهاية راح تستنتجوا باللي هذا لو ترادكتور هو لو بروغرام. اولا نعرفوا البروغرام. البروغرام كيما الالغوريتم مجموعة تعليمات مرتبة ومنتهية لحل مشكل معين. إذا ما هو الفرق؟ الفرق أنه البروغرام سيكري دونز ان لونغاج كومبري بار لا ماشين. البروغرام مكتوب في لغة يفهمها الحاسوب. نقدر نقول البروغرام اي لا تراديكسيون دو لالغوريتم دونز ان لونغاج كومبري بار لا ماشين. يعني لالغوريتم كي نترجموه وننفذوه في لورديناتور نعود ونسميوه بروغرام. نرجع للغة البرنامج اللي قلنا عليها هي لغة يفهمها لورديناتور. هذه اللغة نسميها لونغاج دو بروغراماسيون و لونغاج انفورماتيك، بالعربية لغة البرمجة. إذا ما هي لغة البرمجة أو لونغاج دو بروغراماسيون؟ On peut dire que le langage de programmation est l'intermédiaire entre le programmeur et la machine. أي الوسيط بين البروغرامور و الأورديناتور. عندنا دي ميليي دو لونغاج دو بروغراماسيون موجودين، إكزومبل باسكال، سي، جافا، فيزوال بازيك، ماتلاب، بايثون، بي اش بي، دلفي، فوكس برو، إكسيتيرا. حنا اللغة اللي راح نقراو بها السنة هي لغة هي لو لونغاج سي. سؤال اللي نقدروا نطرحوه، كيف نختار ان لونغاج نخدم به من بين هذه الآلاف؟ لأنه كل لونغاج عنده الخصائص تاعو، كل مشكل يختلف على مشكل، كل مجال يختلف على مجال. اختيار لونغاج بروغراماسيون يعتمد على الكثير من المعطيات. مثلا يعتمد على نوع الإشكال. مشكل من نوع رياضي نقدروا نستعملوا باسكال سي. باه نخدموا مثلا ان بروغرام دو فونت دون اون سوبيرات نستعمل دالفي فيزوال بازيك. باه نخدم اون باج ويب نستعمل PHP, HTML, Python, etc. يعتمد مثلا على لونغاج راه غراتوي و بيي، نسميوه ثاني open source ولا بروبريتير. نختار لونغاج ثاني اللي فيه لا دوكيمونطاسيون، اللي نلقى شكون يعاونني. نختار ان لونغاج دو بروغراماسيون اللي مازال مستعمل في المارشي وين نقدر نبيعو. نختار ان لونغاج دو بروغراماسيون على حساب راه متعلق بالسيستيم ديكسبلواتاسيون او نو. مثلا كي نخدم ان بروغرام، ماذا بين كي نخدمو ان بروغرام ماذا بينا نبيعوه لاكبر عدد ممكن، ماذا بينا اللي يشريه يقدر ينستاليه بدون مشاكل اكسيتيرا. عرفنا ما هو الغوريتم بروغرام لونغاج دو بروغراماسيون. نشوفو درك لي زيتاب دو ريزوليسيون دان الغوريتم. كي يكون عندي اشكال ما نروحش مباشره نكتب الغوريتم، عندي 5 ايتاب كي نتبعهم مستحيل ما نقدرش نكتب الغوريتم صحيح. ليتاب الاولى نسموها كومبروندر لينونسي دو بروبليم. هذه ليتاب كيما كي كنا نقراو كانوا يقولوا لنا فهم السؤال نصف الجواب.
يعني نقرأ ليكزارسيس ونفهم ما هو المطلوب. تجي ليتاب الثانية نسميوها ديكومبوزي لو بروبليم اون سو بروبليم بلو سامبل ا ريزودر. كي يكون عندي إشكال كبير ومعقد نقسموه إلى مشاكل صغيرة، وكل مشكل صغير نحاولو نفهموه ونلقاولو طريقة حل. إكزومبل على أن بروبليم كومبلكس، مثلا أس يساوي أن فاكتوريال بلوس دو فاكتوريال على بويسونس دو فوا أن فاكتوريال بلوس دو فاكتوريال بلوس تخوا فاكتوريال tout à la puissance 3 fois 1 factoriel plus 2 factoriel plus jusqu'à plus n factoriel tout à la puissance n. هذا c'est un problème نوعا ما معقد. هذا البروبليم هذا نقدر نخرج منه دي سو بروبليم، نخرج منه لو بروبليم دو فاكتوريال العاملي، نخرج منه البروبليم تاع لا بويسونس الاس، ونخرج منه لو بروبليم تاع لا سوم اي لو برودوي. تجي ليتاب الثالثة نسميوها أسوسيي أ شاك سو بروبليم لي دوني نيسيسار إي لي دوني ريزولتانت. يعني أي إشكال كي نفهموه نحاولو نستخلصو منو المعطيات والمجاهيل. هذا مهم جدا، ديما نقولوها للطلبة، أي إكزارسيس عندكم تقراوه تفهموه تخرجوا المعطيات من جهة والمجاهيل، يعني وش هما لي ريزولتا اللي لازم توصلوا لهم. من بعد تجي لي طاب الرابعه اللي نسميوها لا ديمارش ا سويفر بور اريفي او ريزولتا اون بارتون دان انسامبل دو دوني. هذه لي طاب هي ايجاد طريقه الحل. انطلاقا من المعطيات نقدر نلقى طريقه الحل اللي نلقى بها المطلوب نتاع ليكزارسيس. في النهاية ليتاب الأخرى نسميوها إلابوغاسيون دان ألغوريتم، هنايا نكتب الألغوريتم، في النهاية اللي نكتب الألغوريتم. نحاول نوضحو أكثر بهذا الشيما. كي يكون عندي أن بروبليم يعني إكزارسيس نقراوه نفهموه نخرجو لي دوني إي لي ريزولتا. لي دوني هما المعطيات، لي ريزولتا هما المجاهيل. انطلاقا من المعطيات نلقاو طريقة الحل. كي نلقى طريقة الحل نكتب الالغوريتم. كي ننفذوا الالغوريتم النتائج اللي نتحصلوا عليها لازم يكونوا نفس النتائج المنتظرة من ليكزارسيس. مثلا الاشكال تاعنا هو كالكولي لا سورفاس دان ريكتانجل، حساب مساحة مستطيل. الاشكال واضح، نخرج المعطيات والمجاهيل من هذا الإشكال. المعطيات باش نقدر نحسب مساحة مستطيل لازم يكون عندي الطول والعرض longueur et largeur. الإشكال المجهول هو المساحة اللي هو la surface، يعني الغزولة اللي راح نتحصلوا عليها هو la surface du rectangle. انطلاقا من الطول والعرض اللي هما المعطيات نلقاو طريقة الحل. احنا نعرفوا مساحة مستطيل تساوي الطول في العرض. نقدر نكتب الالغوريتم من بعد في الحصص الجايين نشوفوا كيفاش نكتبوا الالغوريتم. الالغوريتم تاعنا كي ننفذوه مثلا البروغرامور يمد لا لونغور 30 لا لارجور يمد لها 5، كي ننفذ الالغوريتم لازم نلقى 30 فوا 5. لو كان نلقى مثلا 30 plus 5 يعني لو بروغرامور في طريقه الحل دار خطا، بدل ما يدير الطول في العرض دار الطول زائد العرض. نشوفو ان دوزيام اكزامبل، ريزولوسيون دين ايكواسيون دوزيام دوغري، حل معادله من الدرجه الثانيه. في حل معادله من الدرجه الثانيه المطلوب هو ايجاد الحلول اكس 1 واكس 2 اذا وجدت. حل معادلة من الدرجة الثانية هو إشكال بسيط، يعني ما نقسموش إلى دي سو بروبليم. باش نحل معادلة من الدرجة الثانية لازم يكونوا عندي معطيات اللي هما A, B, C. المجهول في حل معادلة من الدرجة الثانية
هو إيجاد الحلين x1 و x2 إذا وجدا. طريقة حل معادلة من درجة الثانية، نبدأ أولا بحساب المميز دلتا، من بعد نتستيو المميز دلتا، إذا كان دلتا أقل من الصفر معناته باد سوليسيون، إذا كان دلتا أكبر من الصفر يعني عندي حلين x1 و x2، إذا كان دلتا يساوي الصفر معناته عندي حل مضاعف. وهذا التمرين للمحاولة، من فضلكم ابعثوا بالحل مهما كان شكله إلى البريد الظاهر في صفحة الويب. بالتوفيق.